السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي جميل، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على قناة تور الجنة التعليمية. إن شاء الله دلوقتي هنتعلم إزاي نشوف المنصة التعليمية بتاعتي ونتأكد إن البحث تم رفعه بالفعل. هروح أجيب كلمة السر بتاعتي، تمام، والحساب بتاعي وهننسخه، تمام، وهنروح على المتصفح وهنكتب كلمة السر وهنجيب الباسورد نفس الطريقة، تمام، و هنروح تاني وهنخش باسم المستخدم وكلمة الايه السر. انا كده هنبدأ ندخل على الحساب ايه بتاعي، هيحمل، تمام. انا دلوقتي هنشوف اول حاجة لو ظهرت لي الايقونة ديت افتح، تمام، معناها ان انا ما رفعتش البحث اصلا، تمام. المشروع البحث دوت اول ما يظهر عندك كده كلمة المشروع البحث هنا باللون الازرق ده كده وبيقول لك افتح كده، يبقى انت عاوز افتح مهمة وتبدأ ترفع المشروع من ايه من جديد، تمام. هتفتح وهترفع، واحنا طبعا قلنا خطوات الايه الرفع، بتعمل ايه انشاء، تمام، وبعدين تحدد الملف على الجهاز، بتحدد مكانه، وبعد ما تحدد مكان الملف اكيد انت محوله بي دي اف، تمام. لو احنا مثلا طبعا طبقنا على ملف خلاص للصف بتاعي، وهنبدأ نرفع الايه البحث دهوت، خلاص، ليكن ده اسم الايه البحث. هنعمل له ارفاق، هيبدأ البحث يترفع كده زي ما حضرتك شايف بيحمل، ها اهوت كده. هنقول له تسليم الايه الواجب، تمام، تسليم تم. طبعا هنا انا مش هعمل تسليم عشان خاطر طبعا احنا رفعنا الايه البحث اصلا، ماشي. طيب بعد كده هيظهر لي البحث، لو البحث اتسلم هيظهر لنا كلمة اظهار، لو البحث اتسلم هيظهر لك هنا علامة صح كده، ظهر اهيت، ماشي، علامة صح اهيت، وإذن هو اظهار التسليمات هنضغط عليها، تمام. ادي البحث هيبدأ ايه يفتح معانا، خلاص بيظهر لك هنا إعادة إرسال الواجب. لو ظهر لك كلمة إعادة إرسال الواجب يبقى أنت واجبك تسلم. هتفتح كده أدي الملف أهوت، لو حبيت تشوف الملف تاني بتضغط عليه بيحمل معاك الملف بحيث إن أنت تشوف الملف بتاعك وتتأكد إيه منه، خلاص. طيب تمام، عشان إحنا طبعا فتحنا صفحتين فهو مش إيه مش هيفتح معانا، بس أنا ممكن أضغط عليه كده، تمام، تنزيل الإيه الملف بيتحمل وبتحفظه عندك، تمام. لو عاوز تنزله بت ايه بتنزل الملف اهوت كده، طبعا بس احنا مش هننزله عشان خاطر طبعا هو الملف عندنا، تمام. طيب انا بقى سلمت وعاوز اعرف يا استاذ علي ان البحث فعلا اتسلم. هنيجي رايح بقى كده ونيجي فاتح طبعا بحسابي وكلمه السر بتاعتي، تمام. هنيجي داخل على الصفحه هلاقي كلمه هنا اظهار التسليمات، لو البحث اتصحح هيظهر لك هنا كلمه اجتاز، اجتاز تضغط حتى للتأكيد، ماشي، هيدخلك على الصفحة اهوت، تمام. هيظهر لك هنا التقدير بتاعك فوق اهو، اجتاز اجتاز كده. ألف مبارك، انت نجحت، دايما بقى ان شاء الله في تفوق مستمر. نشكر حضرتكم على المتابعة، لو استفدتم من الفيديو شير لزمايلك عشان عمر خير، وتبقى انتم من اول الناس اللي شاركت في الخبر الجميل بتاع رفع الايه الفيديوهات ونجاح رفع الملفات ونجاح البحث. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعونا في الفيديوهات القادمة.